أصبح الحصول على تصاريح من إدارة سلامة الغذاء مهمة سهلة وسريعة الإنجاز عبر نظام فودواتش. لإنشاء كشك طعام أو للمشاركة في فعالية أو لفتح مطعم في دبي، يجب على شركات الأغذية الحصول على التصريح المناسب. بمجرد تقديم الطلب، يقوم نظام فودواتش تلقائياً بالتحقق من أداء المؤسسة الغذائية وفقاً للمعايير الصحية باستخدام المعلومات المخزنة مسبقاً في النظام. في حال استيفاء المتطلبات، يتم إصدار تصريح على الفور. وفي حال الحاجة إلى الحصول على التصاريح التي تتطلب مزيداً من التحقق، يمكن متابعة الطلب عبر النظام. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إنشاء كشك طعام في فعالية، قم بتحديد موقع الفعالية وتاريخ قيامها وقدم الطلب للحصول على التصريح. سيقوم النظام بالتحقق مما إذا كان منظم الحدث مسجلاً في قاعدة البيانات، كما سيتحقق من درجة تقييم التفتيش في مؤسستك الغذائية وإصدار التصريح عند اكتمال المعلومات واستيفاء متطلبات التصريح. سيوفر نظام الفودواتش الوقت والموارد اللازمة ليتم إجراء المعاملات بصورة سلسة، كما سيغني المتعاملين عن الزيارات المتعددة لمواقع بلدية دبي.